ازيك يا عبد الرحمن؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. بتلعب على التليفون يا حبيبي؟ يا دكتور بقى بجد؟ اه. طب خلي بالك عشان في العاب فمار. العاب يا دكتور؟ العاب كتيره قوي. انا دوري بس هعرفك يعني ايه قمار وحكمه وخطورته ايه، ولو لقيت اي حاجه بينطبق على كلامي ده اهو ابعد عن اللعبه دي تماما، لانها ممكن توديك في داهيه وتسحب كل الخير اللي انت بتعمله. والله العظيم كده. تابع معايا يا عبد الرحمن انت والمشاهدين عشان نعرف خطورة القمار الإلكتروني اللي مشهور دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله. القمار زمان يا جماعة كان ليه صالات وأماكن معينة كده، والناس تدخل في خفاء وخوف كده وقلقانين اللي حد يعرفهم أو يتقبض عليهم من الشرطة أو نحو ذلك. لكن دلوقتي بقى مبروك عليكم، القمار دلوقتي بقى موجود في كل بيوتنا، موجود على التليفونات وموجود في الألعاب الإلكترونية وتطبيقات ومواقع، وإحنا مش واخدين بالنا إن إحنا بنلعب بالقمار ليل ونهار. والله العظيم كده مش متخيل أنت الموضوع. لا والله بيحصل. أصل القمار ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن اتنين بيلعبوا أو أكتر مع بعض، والمغلوب هو اللي يشيل الليلة، هو اللي يتحمل الخسارة، والغالب هو اللي يفوز ويكسب وياخد الأموال والجوائز. ده هو القمار باختصار، لعب فيه مخاطرة على الأموال، لعب على إن في إنسان يفوز ويكسب وإن إنسان تاني يخسر ويتغلب ويضيع كل أمواله. خلي بالك بقى، عايز تلعب قمار العب براحتك، إيه المانع يعني؟ اكسب واكسب واكسب لحد ما توصل لمرحلة الإدمان، وبعد كده يخربوا بيتك ويخسروك ويبيعوك اللي وراك واللي قدامك، ده لو كان أصلا في حاجة قدامك، لأن هو الغرض كله من القمار الإلكتروني إن يوصلك لمرحلة الإدمان، يكسبك في الأول ويطمعك، وبعد كده يبدأ يخسرك واحدة واحدة، وانت عايز تسعى للتعويض والتعويض، فتبدأ بعد كده تنغمس في القمار بشدة وقوة. والقمار بقى بكل أشكاله وصوره، والمراهنات اللي بتحصل على أموال والفايز هو اللي بياخدها، بكل أشكاله المعاصرة والقديمة، سواء كان قمار حقيقي على أموال حقيقية أو كان قمار إلكتروني على أموال وهمية زي ما بيحصل في الألعاب، وبعد كده يحول الأموال الوهمية دي إنك تشتريها بفلوس حقيقية، ده كله حرام شرعا وكبيرة من الكبائر. طبعا انت مصدوم بتقول لي حرام، اه والله العظيم حرام. بتقول لي كبيرة من الكبائر، ايوة والله كبيرة من الكبائر يا عم الشيخ، دي لعبة، لعبة بنلعبها واموال وهمية. ما هو الوهم النهاردة هيتحول لادمان وحقيقة بكرة، وهتخسر كل شيء، دينك ودنياك وانت لا تدري. شوف كده ربنا بيقول لك ايه في سورة المائدة، وشوف ايه اللي اتحط جنب كلمة القمار او الميسر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والقمار والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس من عمل الشيطان، اختراع من عمل الشيطان. الألعاب اللي فيها قمار إلكتروني دي كلها رجس من عمل الشيطان واختراع شيطاني عشان يخرب بيوتنا وبيوت عيالنا ويعود أولادنا على أشياء من الصغر هي حرام. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هيعمل فتنة بين أولادكم، هيعمل فتنة بين الأصحاب. اللي هيخسر هيكره اللي كسب، واللي كسب هيعاير اللي هيخسر، فتحصل العداوة بين كل الناس. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ياريت بقى تراجع نفسك. القمار ده هو نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل اللي ربنا قال عليها في القرآن: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بل إن اللي بيلعب القمار وبيكسب من وراء القمار أو بيضيع أمواله في القمار وبيخسر، ده واحد يستحق والعياذ بالله نار جهنم يوم القيامة. وده والله ما كلامي أبدا، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. بيضيعوا الفلوس اللي ربنا أنعم عليهم بيها بغير حق، فلهم النار يوم القيامة إلا إذا تابوا أنابوا رجعوا لربنا وتركوا الأمر وكل الألعاب الشيطانية دي.
بل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اللي بيضيع أمواله بغير حق ده مضيع لنعمة من نعم ربنا وبيرتكب أمر الله بيكرهه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإضاعة المال اللي هو نعمة من ربنا أمر يكرهه الله سبحانه وتعالى. عايز تلعب قمار بعد ده كل ده؟ هتقول لي بقى لعبة إلكترونية وأموال وهمية، ما ده على طول بيعودك على إنك بعد كده تلعب القمار الحقيقي، تلعبه بعد كده في الكورة، تلعبه بعد كده في صالة بلياردو، تلعبه في أي لعبة. المهم إن في النهاية كله قمار، فاحذر وانتبه، فمن تشبه بقوم فهو منهم. خلي بالك على أولادك، وخلي بالك على بناتك، وخلي بالك كمان على نفسك، وإياك إنك تدخل لعبة من غير ما تعرف الهدف من وراها إيه أو حتوصلك لإيه. أولادك أمانة في رقبتك، بنتك أمانة في رقبتك، أنت كمان أموالك أمانة في رقبتك. اوعى تخسرها على ألعاب مش هتلاقي في النهاية من وراها غير الدمار والضياع. واوعى كمان تضيع فلوسك كده في أي شيء بدون فايدة من وراه، لأن المال نعمة وستسأل عنها أمام الله. اترك صحبة السوء اللي بتشجعك على الألعاب دي، سواء كان في الحقيقة أو في الخيال والوهم، اترك هذه الصحبة، فهي صحبة إما أن تحرقك في نار جهنم، وإما أن تتلف وتضيع أموالك في الدنيا، وبالتالي تخسر كل شيء. فكم من بيوت أصابها الفقر بسبب القمار، وكم من بطون جاعت بسبب القمار، وكم من زواج فشل بسبب القمار، وكم من وظيفة ضيعها صاحبها بسبب القمار. فانتبه واحذر. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، وأعد للسؤال جواب يوم القيامة. والسلام.